عايز أقول حاجة بسيطة خالص. أسمى درجات الاحتراف هي الهواية. والحقيقة أصعب شيء على الفنان المحترف إنه يحافظ على روح الهواية. فهمتوني ولا؟ فأحلى حاجة وأجمل سنين العمر وأجمل أعمال عملناها لما كنا بنشتغل ونصرف من جيبنا على الفن. وصدقوني لغاية اللحظة اللي أنا فيها دلوقتي نفسي أرجع تاني أبقى في وسطيكم واصرف من جيبي تاني على الفن، لأن مصر محتاجة ده. وكل سنة